عايز فلوس، مفيش مصلحة ولا ايه؟ انا المصالح بتاعتي ما بتعطلش، ولا قصدك مصلحتك انت؟ اللي بريحهولك تاخد عليه كام؟ مالكش فيه. لا ليا فيه. مش هو دين؟ يعني ليه اخر؟ لا لسه بدري، ما تقلقش. لما يخلص ابلغك. شغلانتك اللي جايه كمان اسبوع. اتفقت عليها بس لسه ما عربنتش. يلا كابيلو. ما ينفعش ما تجيش يا مختار. اتصرف عبد الحميد، قول له اي حاجه، قول له ما عرفتش اوصل له. اكيد مراد بيه عايزك علشان نقل ملكيه الشركه. نقل ملكيه الشركه ده ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه يا سيدي، مراد بيه النهارده الصبح اتنازل عن الشركه الداليا بيع وشراء. نهار اسود، في ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مالك يا مختار، في ايه؟ ازاي تسيبه يعمل حاجه زي كده من غير ما تقول لي؟ اهدى اهدى، الموضوع مرتبط بترشيح لوزاره الاسكان، وبعدين يا اخي انا مش قريب قوي من مراد بيه يعني علشان اناقشه في حاجه زي دي. ثم انا فاكرك عارف. اعرف منين يعني؟ ومين بقى الولا اللي خد العربيه دي؟ دي بقوله فات يا اخويا. شوف فضحينا بيركنها. يعني في امان؟ ايوه نعم. مساء الفل، احنا تبع الباشا. باشا سيبوه. مساء الخيرات يا باشا. تعال. مين دي؟ دي معايا يا باشا. معاك مراتك؟ لا يا باشا، دي مرات ابن عمي وشريكتي. اسمها ايه؟ فتون. فتون، حلوه الفتون دي. يا حل ايامك يا فخامه. فخامه؟ حلوه فخامه دي وجديده كمان. وانا عادل. اهلا يا عادل، اشربوا يا عسل. اي حاجه من الازايز دي اجربها يعني. ده انت مجرمه بقى. نوم يا ابني كاسين. خليكي جربي حاجة من الحاجات دي. عسل. خير يا عادل؟ خير يا باشا. أنا كان معايا قرشين كده كنت عايز أحطهم في البنك باسم سعادتك. كام؟ 20 مليون. 20 مليون؟ حتة واحدة؟ عايز تغسلهم أنت ها؟ يعني اشرب عادل. طب بص عادل بقى، ال 20 مليون دول مبلغ مش مهم. روح تاجر بيهم في الخرده او عند قطع الغيار المستعمله. في سماسره بيعملوا كده على فكره، وفلوسك هترجع لك ورا. لا الواضح بقى ان انت مش فاهمنا. طب ما تفهميني. الباشا اللي قاعد قدامك ده قبل ما يبقى باشا كده كان شقي حبتين. انت عليك احكام يا عادل؟ لا يا باشا، عادل معلوش حاجة، أنا أصلاً اسمي راشد. فهمت، يعني أنت جاي اللي عايز اسم جديد بورق سليم، تمسح صفحتك القديمة وتفتح صفحة جديدة. الله ينور عليك يا باشا. 4 مليون جنيه. وأنا كمان عايزة. أنت إيه؟ عليك حكم. فاشر حكم. انا عايزه اقرب يعني، ومش هدفع ولا مليم طبعا. ما تجيبلنا شويه من ده اسمه ده ايه يا باشا؟ ده حلو قوي. خمره. ما تجيب لنا شويه خمره. خمره. ما تجيب لنا شويه كده. تسلم.
انا فكرت فعلا ان انت ممكن ترفضي وممكن يبقى في لا يا مراد، انت عارف كويس قوي ان انا هوافق. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا ماليش غيرك. بس انا ما بفكرش فيك يعني بالطريقه دي، جواز وكده. طب خلاص انا هتصل للناس واعتذر لهم، الناس اللي كانوا على وصول دول. يا مراد لو سمحت فهمني، انت عندي اهم من كده. انت ابويا واخويا وجوزي دول اللي انا مش فاكراهم. وبعدين اللي انت بتفكر تعمله ده غلط. غلط ليه يا داري؟ يا حبيبتي انا عايز اتجوزك مش عشان انت ست حلوه بس. انا اتنزلت لك على الشركه عشان بثق فيكي، عشان انت حد مهم جدا بالنسبه لي، وعايزك تفضلي كده على طول معايا. فقلت نعم كده بشكل رسمي يعني قدام الناس ببساطة. طب ليه دلوقتي؟ عشان أنا عايز كده. ده لو أنت عايزة كده. قلتي إيه؟ إيه؟ بالرفاق والبنين إن شاء الله. مبروك يا مربي، مبروك يا مدام. يا مولانا ألف مبروك يا مراد. الله يخليك يا معالي الوزير. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك. أنت جوزت راجل عظيم، لازم تخلي بالك منه بقى. أنا عارفة. مبروك ربي. الله يبارك فيك يا عبد الحميد. انا فرح على دالي الاسبوع اللي جاي، ها، وكلكم عازمين. اكيد يا فندم. انت كمان يا مولانا. طبعا يا فندم، ده مش عايز كلام، استاذن انا حضرتك. اتفضل. شكرا. انت ما باركتش لمراد بيه دي. انت ازاي تبقى عارف ان هم هيتجوزوا وما تقوليش؟ طب مراد بيه ما قاليش. انت مالك في ايه؟ مفيش. مبروك يا مراد. الله يبارك فيك يا مختار. مالك؟ ما فيش، تعبان شويه بس. انا همشي. امشي. تمشي تروح فين؟ لسه هنتعشى ولسه في السهر. مش عارف مالي من امبارح، مش قادر. معلش. تصبحوا على خير. مبروك. طيب هكلمك. مختار ماله يا عبد الحميد؟ يا فندم والله مش عارف، وكان كويس لحد ما جه هنا. ما تعشونا بقى يا جماعه، عاوز اروح انام. اه طبعا. اخبار العشاء ايه يا مدام؟ الاكل جاهز وسخن. طيب يلا بينا. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل معايا الوزير. اتفضل. مختار وحشتني. انبسطت لما قلت لي ان انت عايز تشوفني. انت ما بتتكلمش ليه؟ متضايق. متضايق من ايه؟ مراد كتب كتابه النهارده. مراد اتجوز؟ داليا؟ هو انت ايه اللي مضايقك؟ انا عارفه انك بتحب داليا، وهو انا مش عيله صغيره، أكيد عارفة إنك بتحب داليا. كان شكلي باين قوي إن أنا متضايق وأنا بسلم على مراد بعد كتب الكتاب. حاولت أكون مبسوط وما عرفتش. سبت المكان وجريت. كل ما اكتشف انا قد ايه متعلق بداليا خط. انا بحبها، مش عارف ابطل. كرهت مراد، ده محسسني بذنب فظيع. مراد له فضل كبير جدا عليا، تقريبا حياتي كلها هو اللي عاملها. عايزين ان احنا نحب حد ما حسش بيه زي كده. بس انا فرحانه ان انت كلمتني وانت في موقف زي ده. بس انا حبيتك قوي يا مختار، يمكن انت ما حسيتش. بس انا
اشطر منك. تعرف ليه؟ مش عارف تبقى معاك.